طيب الحال، الفيل تحية بسلمه طيب الحال، صدر العرب حر النسب والسلالة، ابن الحسين ابن الحسين مؤصل الجد والخال، يا سيدي للذات الروح والمال، وبين العرب يا سيدي مضرب امثال، كل المواقف تقرن القول فتعال، تعطف على المسكين سرعة اطفاله، ما هي غريبة ليت من ليت صوال، امضي بنا او احسب منا للرجال، لو ردت من الروح والله تنال. أول شيء أشكركم على يعني على هذه الدعوة، وأنا يعني لبيت دعوة، أنا مبسوط جداً على إني أجي على مركز مثل هذا المركز، يعني اللي يمكن الشباب إن شاء الله تعالى، ويعني يكون يعني يفتح لهم أبواب لسهولة الدخول لسوق العمل إن شاء الله تعالى. فإحنا مبسوطين ويعني نرحب بهذه الأفكار اللي هي تساعد الشباب على أنهم يدخلوا سوق العمل ويكونوا متحصنين بالمعرفة وبالخبرة الكافية حتى أنهم يبنوا مستقبلهم بإذن الله تعالى. فشكرا لكم وشكرا على هذه الدعوة، وبالتوفيق إن شاء الله تعالى، والله يعطيكم العافية.